يقال لها جشيمان. فقال لتلاميذي: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، كثوا ها هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ سهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا: يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. ثم جاء فوجدهم أيضا نياما، إذ كانت أعينهم ثقيلة، فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، هوذا الساعة قد اقتربت، وابن الإنسان يسلم إلى أيدي القضاة، قوموا ننطلق، هوذا الذي يسلمني قد اقترب. آمين. فادينا في بستان الزيتون يعبر عن حزنه العميق وألمه الشديد قائلا: نفسي حزينة حتى الموت. إنها كلمة تستفيض الدمع من عين كل إنسان. تعابير قاسية عبر عنها مخلصنا عن ألمه الكبير وحزنه العميق التي سببتها له خطايانا. ساعة واحدة طلب من التلاميذ أن يسهروا معه، وهذا الطلب لا يزال مستمراً. فكم من أعمال ومشاغل تأخذ منا الساعات الطوال، ويسوع يطلب منا ساعة واحدة فقط لنمضيها معه، فلا نلبي الطلب ونصر على الانشغال عنه بأمور هذا العالم الزائل، متعالين عن الراحة التي يوفرها يسوع لنفوسنا. فتأملي يا نفسي في آثامك التي أحزنت سيدك، فها هي المحبة تعصر جسم المخلص الطاهر، إذ أنه أحبنا الحب اللامتناهي. فانظري أيتها النفس الخاطئة، أي شقاء عظيم وهبته لإلهك. إننا نسجد لآلامك يا يسوع الحبيب. آمين. سألت من ذقت خيرا، ذقت كل فوق الصليب يا حبيبي.
لقد عرقت يا يسوع بمجرد تصورك لأعلامنا، ونحن متأثرون بهذه الحال ومتوجعون على خطايانا. تعلمنا بأنها هي التي جعلتك تعرق عندما فكرت فيها. لقد تكلفت يا يسوع ثمنا غاليا لتشتري دواء لنفسك. فلتباركك الأرض ولتسبح كل نسمة اسمك العظيم. آمين. التجربة لا تأتي إلا كي نلقاها نحن البشر بالصلاة، فيسود فنسود بذلك عليها وننال فرح الانتصار. كم يا أخوتي، كم نتغافل عن خلاص نفوسنا وننطرح على فراش الإهمال. والله، نعم الله ينبهنا بطرق مختلفة ونحن لا ننتبه ولا نرى ولا نصغر. فبينما يسوع يتوجه ويسعى لخلاصنا، نوجه اهتمامنا مثل مرتا لأمور تبعدنا عنه. بينما إذا نظرنا فليس إلا هو كل ما نحتاج في حياتنا. فما حاجتنا إلا واحدا إلى واحد، وهو يسوع. استجب. حين خير بستان ليلى سجد للفادي الإله، كانت الدنيا تصلي
تلاميذك في تلك الليلة؟ أما استطعتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ جئناك الآن يا رب لنسهر معك سهرتك الوداعية الحزينة والتي تستعد فيها لشرب كأس الآلام المعطى لك منذ بداية الدنيا وقبلتها حبا لنا. جئنا نعبر لك عن حبنا الذي في ضجة الحياة ننسى أن نعبر لك عنه ونادرا ما نجد الوقت لنجلس معك ونتحدث إليه. ساعدنا يا رب أن نخصص دائما وقتا نكون فيه معك. آمين. أيها الرب يسوع، يا أيها المعلم الصالح، علمنا أن نسهر معك ونصلي حتى وإن كنا مثل تلاميذك الذين أثقلهم النعاس. إنك حقا شفوع يا يسوع، لأنك تطيل صبرك ونحن غافلون عنك. يا رب لا تدعنا نغرق في أبطيل هذا العالم، نسجد لأمامك أيها المسيح. آمين. إذا قرن مدور
قوي ضعفنا يا رب، كي لا تزيد آلامك بخطايانا وابتعادنا عن نور وجهك المحب. اجعلنا دوما في حالة تأهب واستعداد. حرر قلوبنا وعقولنا لكي نلتزم بمشيئتك كما أنت تريدها لا كما نحن نريد. آمين. نسجد للصالح الذي به خلصنا ما رأيت يا إلهي طاعتك العمياء لأبيك السماوي، لأنك طلبت أن تتم مشيئته لا مشيئتك أنت، وقبلته على الرغم من قساوة ذلك وصعوبته عليك. علمنا يا رب أن نسعى لتحقيق مشيئتك في حياتنا مهما تكن، ولا تطغى علينا أنانيتنا. آمين. اسمعك لامسا يا إلهي في جمال rather bring everything to you in prayer and with thankfulness. Father, calm my restless spirit, quiet my anxious heart, still my troubling thoughts, and with assurance that you are in control. I let go of my grip upon the things that I have been hanging on to. With open hands, I come to you. I release your will, all that I am trying to manipulate. I release to you your authority, all that I am trying to control. I release to you all your timing that I am trying to make happen on my own. I thank you for your promise to sustain me, preserve me, and guard me in all that I have entrusted to your keeping. Protect my heart and my mind with your peace, the peace that passes all understanding. Father, may your will be done in our lives, in your name and in your way. We pray. Amen. Amen. التي رفعت إليك من كنيستنا
بارك عائلاتنا وامنحنا الثبات والإيمان لتنمو هذه الكنيسة وتزدهر. كما نطلب منك أن تنظر بعين الرحمة إلى شعبك في سوريا، سوريا التي دخلها شاول غازيا فتحول لأول مدافع عن المسيحية. احمي أهلها وثبتهم بالرجاء، امنح السلام يا رب لبلدنا، كن بلسما لجراح المتألمين، عز الحزانة، واسي الأرامل والأيتام فقد كثروا في سنوات الحرب هذه. اجعلهم يشعرون بوجودك بينهم. أعطنا أن نكون رحماء فنكون كمثالك. ساعدنا لكي نحب بعضنا بعضا فنسلم لك ذواتنا. ولتكن مشيئتك وإرادتك يا رب فوق كل شيء. آمين. وسط حزني وسط ضيقي وسط أمواج الحياة صرت حصني ورفيقي، صرت لي باب النجاة.
جميعا لوجودكم. اشكركم جميعا، اشكر كل الصبايا اللي كتبوا هذا امر حلو. حلو انسان انه بهالفتره، فتره الالام، المسيح حامل كثير كل مالنا. فتره الالام جميل مننا انه نتذكر الام المسيح، شو عمل بحياته على الارض كرمال يفدينا ويخلصنا من خطايا. آلام مباركة للجميع. إن شاء الله بركة الصليب الرب يسوع تكون معكم ومع عائلاتكم. كل عام وانتم بألف خير.